Sol Jamie Silver. دابا باقي دور التوصيل وقيل حركوا منين دبرتي عليا هادشي؟ غنباغيكي واحد المافيوزي كيتاجر في البيضة والأعضاء ديال البشر. كيتعامل غير بالبيتكوين حيت مكايناش رقابة قانونية عليه. حنا غنخدمو هادشي لصالحنا. خاصنا غنوصلو لادريس والهاش اللي هو المود باس ونترونسفيريو كاع العاقة من عندو لعندنا. كيف كاش عارفو البيتكوين ما كيتراكاش ينفو نضربو الضربة ونخرجو من الفيلا ما يعرفوش العاقل من دازت وشكون مورا هادشي. ولكن الا تبعتو الخطة اللي غنقول ليكم بالحرف النهار هذا. إما يكون الشمعة اللي غتضوينا على حياتنا، إما يكون كحل من ريجبو بماري. واجدين؟ فيه الجوع. واش ما قلتيش قبل؟ هاتي ما كنتش طلبش الفروت اللي تشوف شنو ناقصنا. هذا هو الشيء بيني. والدراري سربي ونخلاص، خاصنا نرجع قبل 12 الليل الطا. وسوندريلا. هذا هو الشيء بيني وسوندريلا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقطع ليه صبعو. حنا اش غيدير معانا؟ ما هاد بابا غيس ما تلاقاش مع الصنداله اللي غشفط عليه، غيبقى ديما عايش دور التمساح. Thank you.
جارية حول منفذ الهجمات الإرهابية والاغتيالات التي تستهدف السياسيين، التي اعتبرها البعض حملة للتطهير. راه ما يمكنش يتواجد في جوج أماكن في دقة واحدة، حيت الوقت اللي مات فيه خوك وهو كان بعيد على مكان الحادث بساعة ديال الطريق، وهذا الشيء تأكدنا منه من بعد ما شفنا الكاميرات فين كان. تخيل الفكره ديال الفيلم تكون بصح ويولي كل عام مسموح بالقتل لمده 24 ساعه. انا يعطيوني غير السلاح وغنصفي لكاع المفسدين اللي كاين في البلاد. وراه انت غير في والك الا بقيتي كتكتب في هذوك المقالات ديالك هذوك ديال التصاره ديالك، وحتى ما قلتي حتى واحد هالبراماديين هذوك، وحتى من العصابات اللي تيبيعوا شريو في الطروفه ديال بنادم حتى هما بغيت تكتب عليهم، حتى دوك اللي كيبيعوا الكلاوي وداك الشيء حتى هما جبتيهم زعما حتى مريقل حتى زعما بغيت تصور. Oggi è speciale proprio perché tutto il mondo ne sta parlando. La polizia ancora oggi sta ricercando il marocchino assassino che uccide tutti i politici e tutti gli imprenditori corrotti in Marocco. إذن فالآن نتحدث عن عمليات منفردة يقوم بها شخص معزول، في الكثير من الأحيان يصعب التنبؤ بقيامه بهذا العمل الإرهابي. للمركز 3 تم رصد سيارة المشتبه من نوع 190 بيضاء في الطريق الشمالي 122-4 ومعها عصابة مدججة بالسلاح. المرجو إرسال الدعم.